دايرين لاباس بخير كي داير الاحوال كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بألف خير. مرحبا بكم في قناه حيت ما ترحموني. اليوم عندنا ثاني عيد في الغروبيه. اليوم باغي ندير واحد الشيوه من الشيوات يعني اللحم فور على العواد. انتم تابعونا في الفيديو. اولا غادي نشيل العافيه كنحطو في الكسكاس، كسكاس الحلفة هاد اللحم هذا ما كيحتاج لا عطرية لا والو، لأن كيجي مدخن. أخص كسكاس على الحلفة كيرد عليه داك البذاق تاع الحلفة، كيجي زوين. صراحة هذه هي الطريقة القديمة تاع توفر اللحم، ربونا عليها والدينا. دابا غادي نرجعو نديرو في الفرما. نخليوها تابع على خاطرو، نغطي عليه بشي توصيل و كنخليوها تابع على خاطرو. المهم واحد الساعة كنديرو واحد الساعة كيطيب و كنبقاو نراقبوه حتى كيولي فتي مزيان عاد كنحيدوه. انا غادي ندير تكتوكة، غادي ندير الطريقة ديالي الطريقه القديمه. كنشويها على الجمر، كندير معها مطيشه والثومه والزيت البلديه فقط، كتجي زوينه غزاله. انا كنبقى فيها المذاق نتاع الفلفله اللي كيذوقها عندي كيقول شنو هي الطريقه ديالك. انا ما كندير فيهاش كاع التوابل، بهذه الطريقه كتجي زوينه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها، هانتوما تابعوني في الفيديو. انتوما شوفوا راه كيطيب بابا. اش شوف، ها غادي دابا نقشروها. هذيك الربعه ولا السته ديال الشيء ديال التلال كان الصناعي والله السيف. دابا صافي الصبح انا تعقبت واحد النهار ما عرقاش مزيان. الفلفله تاعنا حنا نقيناها، ولكن انا ما كنغسلهاش كنخليها هكاك لان باش كتبقى مدخنه. حنا غادي نقطعها كالعاده.
انا نسمع واحد مزيده تاع الحار لان كيعجبني الحار، نعطيه واحد المذاق رائع. قطعت الفلفله، قطعت المطيشه، غادي نزيد عليها مطيشه. هي الثومه حتى هي غير قطعتها ما كنحكهاش لان كتعطي واحد الريحه مجهده. الفلفله غير قطعها، نزيد الزيت البلديه. عيدها كندير عليها البوطه، نضرب شحرها عادي. يا صراحة محبتها، هي كطيب نتوما كدكو فيها باش كتجي زوينة، تعطيوها شوية بالخاطر. اللحم تاعنا مفور، بعدين نحطوه.